بهذه الفقرة الفنية والغنائية على المسرح المواجه لقصر الزعفران بجامعة عين شمس، الثقافات والفنون المختلفة لعدد كبير من الدول تلتقي وجها لوجه إذانا بانطلاق مهرجان ثقافات الشعوب بين طلاب الجامعة وأقرانهم من مختلف دول العالم، بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية بالقاهرة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب. جامعة عين شمس بتعكس الحقيقة الواقعة اللي مصر بتمثلها طول عمرها، ان احنا ارض التقاء الثقافات، البلد اللي دايما نقول عليها كوزموبوليتن، اللي هي بتجمع الناس كلها، ولما الناس كلها تعيش على ارض واحدة وتحس انها بلدها. ودايما اقول ان يمكن حتى لو حضرتك قريت التاريخ المصري القديم، حتى الغزاة كانوا ييجوا يحسوا انهم مصريين، لدرجة انهم يحاولوا ينصبوا نفسهم ملوك مصريين. هي دي مصر. عملناه السنة دي بعد وصول عدد الجنسيات في الجامعة عندنا ل 84 جنسية، حبينا نعمل يوم لتبادل الثقافات. كل مجموعة طلبة من دولة بيقدموا اللي عندهم، بيقدموا ثقافة دولتهم من أزياء، من مأكولات، من رموز معينة، حاجات بتشتهر بيها الدولة بتاعتهم. وعلى هامش مهرجان ثقافات الشعوب تتبارى الطلاب الذين ينتمون ل 84 دولة إفريقية وعربية وأوروبية وآسيوية في عرض ما يعبر عن تراث وتاريخ وثقافة هذه الدول من خلال هذه الأنشطة المختلفة والمتنوعة. أهميتها كبيرة، يعني أنا في دول هنا جيت أول مرة أعرف عن ثقافتهم، الأكل الموجود عندهم، عاداتهم، أيضا بالمسرح راح نشوف رقصهم الثقافي. نتعرف على جنسيات تانية، نتعرف على ثقافات دول، شغلات إحنا ما كنا نعرفها ونجهلها، بس من خلال التجربة هاي راح نتعرف على ناس وعلى ثقافات، راح نتعرف على شغلات موجودة في دول إحنا ما كنا عارفينها. ده بيسهل علينا إحنا نعرف ثقافة بعض كطلاب، نخلق مجتمع يعني موحد أكثر كطلاب، يعني ننفتح يعني حتى لغيرنا، ونقدر حتى نحن نقدم نفسنا كسودانيين بالمقام الأول وكعرب وكأفارقة. طلاب جامعة عين شمس يلتقون في حوار ثقافي وفني مباشر مع ما يقرب من 7000 طالب وطالبة من مختلف دول وثقافات العالم. انطلاق مهرجان ثقافة الشعوب بجامعة عين شمس يفتح الباب واسعا أمام الانفتاح والتقارب والاندماج والاطلاع من جانب هؤلاء الطلاب المصريين على ثقافات وعادات وتقاليد وتاريخ العديد من الدول الإفريقية والعربية والآسيوية والأوروبية، دعما للتعاون بين هؤلاء الطلاب والطلاب الأجانب. من جامعة عين شمس، محمد عبد الصبور، التلفزيون المصري.